بس ايه بلاتي وعقرين بلاتي تسنى ماشي معك ماشي معك ايه ايه قال لا وعقرين بلاتي يا صاحبي واه ماشي معاك انت تسنى تسنى بلاتي ايه عاودين على الشيطان وعقرين وبلاتي واه ويني لا ماشي معاك سي احمد ماشي معاك مع واحد السيد هنا راه بركة ايوا لا انا كنقول لك ماشي شوف انا غادي نقطع حتى نعاود نعيط لك وقريب بلاتي بلاتي بالسلامه الله يعاونك الله يعاونك اش كاينه دابا نسمكك وي قريب 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 وانا كنقول لك وقريب وانت بلاتي بلاتي انا نمثالي ليك قريب قريب راك دخلت يا سي قريب اش كاين اي انا بغيت ندق في الباب لقيت الباب ما فيه باب اييه عندكم هادشي ديريكت كيلو طوروت ياك اسي اش كاين اش بغيتي ها اش بغيتي فين هو مول هاد المحلابه ولا محلابه واش نايا لا بانوك دابا الصنادق ديال الحليب هنا والريبعه كيتشتت واش نايا وتاني راه اداره مساره الله لا حريره كنشربها من رمضان رمضان اسي اسي هادي راه اداره ايه ماشي بيساره ايه اش بغيتي على من كتسول على المدير ايه على البندير بندير ايه انا هو المدير السي انت هو المدير ايه يا المدير في داير ياك اي صافي هو الزعل ايه كانوا جعافر الكحلين ياك عقلتي عليا لا ما عقلتش عليك او كيفاش ما عقلتيش عليا لا ما عقلتش عليك ما عقلتيش عليا يا سيدي قلت لك ما عقلتش عليك صافي ما تقلقش صافي تعقل عليا بزاف الحمد لله صافي ما عقلتيش عليا ما عقلتيش صافي وير سلامة سلامة سيدي مسامحة مسامحة كيفاش ما عقلتيش عليا هذا هذا خلق الله يا هذا خلق الله انا كنقول لك ما عقلتش عليك يعني ما عقلتش عليك صافي مع بنادم بزاف وداك الشيء ما تعقلش وير سلامة وير سلامة الله يهنيك الله يهنيك مسامحة مسامحة كيفاش ما عقلتش عليك؟ فيا جوج متر ونص تقول لي ما عقلتش عليك واش كتعرف العربية؟ ايه كتعرف العربية؟ ايه ما كتعرفها مزيان مالها العربية؟ أنا ما عقلتش عليك أنا غادي نفكر كيفاش غادي تفكرني؟ أنا من دوك الناس اللي شرحناك شرحتوني؟ ايه على مالي أنا وليت حوت شرحوني ايه وعطيتينا دوك الوراق دوك المناشر كنا كنفرقوهم ليك مناشر ايه هادوك زعما بغيت تقول انتوما اللي ترشحتوا عليا هادوك مناشر وعطيتكم المناشير هادوك ماشي المناشر هادوك وكنا هازين واحد اللفته كبيره ايه اش كضحك اجي هازين لفته وفيها التصويره ديالك وكنقولوا صوتوا عليه صوتوا عليه ها العرس صوتوا عليه وسيمانة حنا كنغوتو صوتو عليه صوتو عليه كل شيء كان يصوتو عليه زعما هازين لافيته كبيره وكنقولو صوتو عليه راه بالحق ني تسطو ليا فلوسي وقلتي لنا غنخدمكم ما خدمتي حتى واحد فينا ايه انا نجحت بعدا باش نخدمكم وكاع كون نجحت انا كاع غادي نخدم حبابي وحباب حبابي غد نخدم نسابي ونساب نسابي وتواصلك وتواصل تواصلك هي كتخدموا علي ليكم اسيدي دابا ما كاينش والو ما هي ما كاين والو اسيدي ما كاينه خدمه ما كاينه خدمه والسلامة سلامة وداك السلطة اللي صنع عليك مشى هاك وداك مشى هاك راكم تسطوا عليا والسلامة سلامة هي صنع هاك وداك هاك وداك ولاش قلت لنا يلا يلا وهذه القضية اشنو هنا ما كاين خدمة عندك هنا ما كاينش عند الشطاب ولا كاين اللي كيشطب أمي رقية أو أنت مدير مخدم ماك الشطب يا هذا خلق الله أمي رقية كنقولوا لها أمي رقية لأنها مرة كبيرة كنقولوا لها أمي من باب الاحترام وادي القضية اشنو انا نشطب يعني نجفف ولا نشطب هي راه كاين اللي كيشطب وكيجفف امك رقية امي رقية ايوا امك رقية تشطب بك عبد الرؤوف يجفف
راه ما يمكنش كدير كلشي كدير كلشي هي ما كاين والو وبسلامة سلامة بسلامة مسامحة دير القضية اللي عاد فكرتها يلا نصبن كاين اللي كيصبن مرقية ثاني لا عندي ماكينة ديال الصابون ماكينة الصابون أيه وما حرامش كيفاش حرام الماكينة تخدم وأنا لا الماكينة كتسربي لي الشغالات وما كنخلصهاش اي هاي ما كتخلص راه تا هي مشريه بالفلوس وكتاكل الضو انا نخدم بلا ضو ياك والشتيف اي الدمير اي واخا خرج سير فحالك يا ما كاين والو سير فحالك ما كاين والو وارجع في الله رجع في الله سلامه سلامه سي اسمح ليا ما كاين باس